حماس تبحث عن ملاذ آمن في العراق. مع تزايد الضغوط عليها لقبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يتضمن الإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال العدائية، تتجه قيادة حماس نحو بدائل جديدة لتعزيز موقعها ونشاطها السياسي. وفقا لتقارير إعلامية، تخطط قيادة حماس حاليا لمغادرة قطر والانتقال إلى العراق. وكشف نائب عراقي بارز أن الزعماء العراقيين وافقوا الشهر الماضي على نقل قيادة حماس إلى بغداد. ووفقا لهذا الترتيب، ستتولى إيران مسؤولية حماية قادة حماس، مكاتبها وموظفيها في العاصمة العراقية. جاء هذا الاتفاق بعد مناقشات جرت بين الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية. ومع تداول الصحف العالمية هذه الأنباء، نفى المكتب السياسي في حركة حماس صحة التقارير التي تزعم أن الحركة تخطط لمغادرة قطر متوجهة إلى العراق. لكن عضوا بارزا في البرلمان العراقي أكد أن الفرق الأمنية واللوجستية التابعة لحماس بدأت بالفعل في السفر إلى بغداد للإشراف على الاستعدادات، مشيرا إلى أن حماس افتتحت هذا الشهر مكتبا سياسيا في بغداد برئاسة المسؤول الكبير محمد الحافي، الذي يخطط لفتح مكتب إعلامي خلال أسابيع في المدينة. وفي ظل تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، أرسلت الولايات المتحدة رسالة إلى إسرائيل تفيد بأن الدوحة تقترب من فرض عقوبات على حماس إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات. وذكرت عدة مصادر أمريكية مؤخرا أن قطر هددت حماس بطلب مغادرة قادتها للدوحة إذا لم يتحقق الاتفاق. جاء ذلك التهديد القطري إن صح بعد تعثر المفاوضات التي بدأت قبل أسابيع ولم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن.